Surah Al-Ma'idah ayat 47 juzuk yang ke-6 muka surat 116. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ulang dan sambung. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة ولكن ليبلوكم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يدخل آتاكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. حسبك. Soalan yang kedua daripada surah Yusuf ayat 42 juzuk yang ke-12 muka surat 240. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum adzkurni 'inda rabbika fa'ansahu asyaiton. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. سيلا سامبو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرى. يا أيها الملأ أفتوني. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يرجعون لعلهم يعلمون حسبك. Soalan yang ketiga dari surah Al-Furqan ayat yang pertama juzuk 18 muka surat 359. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Ulang dan sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا حسبك. Soalan yang keempat daripada surah Fussilat ayat 39 juzuk 24 muka surat 481. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Sila sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina kafaru bidzikri lamma innalladzina yulhidun إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا
أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد حسبك Soalan yang kelima daripada surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 juzuk 29 muka surat 578 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah Sila sambung أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا حسبك Kita berpindah ke bahagian tafsir. Soalan pertama, sila terjemahkan ayat berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fanṭalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Fantalaqu hatta idza rakiba fi safinah. Lalu mereka berjalan sehingga berjumpa satu kapal. Safinati kharaqaha, lalu ia membocorkannya. Qala akhara qala akhraqataha litughriqa ahlaha. Dan Nabi Musa bertanya, mengapakah engkau membocorkannya sedangkan ia akan menenggelamkan, perbuatanmu itu akan menenggelamkan penumpangnya. Laqad ji'ta shay'an imra, sesungguhnya engkau mengerjakan sesuatu perkara yang tidak sepatutnya. Hampir tepat jawapan sebenarnya. Lalu berjalanlah keduanya sehingga apabila mereka naik ke sebuah perahu, ia membocorkannya. Nabi Musa berkata, patutkah engkau membocorkannya sedang akibat perbuatan itu menenggelamkan penumpang-penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu perkara yang besar. Soalan kedua, sila nyatakan nas Al-Quran bagi terjemahan ayat berikut. Dan sesungguhnya kami telah menerangkan berulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Quran ini dengan berbagai-bagai contoh perbandingan yang mendatangkan iktibar. Dalam pada itu, kebanyakan manusia tidak mahu menerima selain daripada kekufuran. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. Ulang lagi sekali. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وكان الإنسان فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Jawapan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.